بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى ظهر الدور كلها، امين. دي المحاضره السادسه في هذا الكورس، وزي ما اتفقنا الكورس المره دي ما هوش 6 محاضرات زي قبل كده، فهو مفتوح شويه لغاية ما نقف عند مرحلة معينة. بنعمة ربنا إذا قدرنا نتواصل عدة محاضرات لغاية ما نوصل لمرحلة معينة بصورة متصلة، خير وبركة. ما أمكنش ممكن هنبقى نتوقف لفترة ثم نستأنف، على أساس هيجي وقت هبقى مشغول مش هقدر أواصل الاستمرار. تطرقنا في المحاضرات اللي فاتت للموضوع بتاعنا، تاريخ الفكر الكريستولوجي بين الأرثوذكس والخلق الدينيين، فهو تاريخ فكر، يعني تاريخ ولاهوت في نفس الوقت. أحيانا بيبقى الجانب التاريخي أكتر شوية، وأحيانا بيبقى الجانب اللاهوتي أكتر شوية، لكن توقعوا في المحاضرات القادمة بدءا من اليوم أن الجانب اللاهوتي هيبقى أكتر شوية، وده هيخلينا نبقى أكثر تركيزا. وهحاول أصغر الموضوع والمدة عشان القدرة على الاستيعاب وهضم الفكرة يبقى أقوى. إحنا هنا طبعا بنتطرق لتاريخ الفكر، ولأن كان بيقود الفكر الكريستولوجي في الكنيسة الأرثوذكسية الجامعة المسكونية آباء كنيسة الإسكندرية، فكان الجانب التاريخي شوية متركز على عندنا. لكن احنا مش بنحكي تاريخ مصر او تاريخ كنيستنا فقط، لكن بنحكي أو بنتعلم تاريخ الفكر نفسه، لأن في آباء عظام زي ما هنشوف مش شرط يكونوا من نفس الكنيسة، كنيسة الإسكندرية. وصلنا المرة اللي فاتت لغاية نياحة البابا بطرس منغوس، وقلنا ان جه بعده البابا أثناسيوس الثاني. بمجرد ما ترسم البابا أثناسيوس رأى ان يستهل اعمال البابوية بكتابة رسائل الشركة الى الأساقفة الذين وقعوا على الرسالة الدورية التي كتبها البابا تيموثاوس في عهد الامبراطور باسيليسكوس، والتي تدعمت بالهينوتيكون الذي نشره الامبراطور زينون على الأساقفة. واحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا، عملنا مقارنة ودراسة ما بين منشور باسيليسكوس والهينوتيكون. حين وصلت رسالة البابا أثناسيوس إلى هؤلاء الأساقفة ردوا عليه جميعا مقدمين إليه تعزيتهم في فقد البابا بطرس، وفي نفس الوقت تهنئتهم لهم بالجلوس على كرسي مرمركس الرسول الشهيد والبشير، موطدين صداقتهم في وحدة الإيمان، لأن هو بعت للي هم بالفعل كانوا موقعين على منشور باسيليسكوس والهينوتيكون، وكلاهما
بيؤكد الإيمان الأرثوذكسي وبيشترط حرم مجمع خلقدونية وطوموس لاون. البابا بطرس اتنيح سنة 490، بعديه بسنة انتقل أيضا الإمبراطور زينون، ويعتبر من الأباطرة الطيبين اللي عملوا الكنيسة أو تعاملوا مع الكنيسة بحكمة وباستقامة. مات الإمبراطور الورع زينون وخلفه على العرش أناستاسيوس المسيحي، كلمة المسيحي يعني رجل تقي، الذي كان يعيش بمخافة الله وكان أحد أمناء الإمبراطور، وبفضل الله وبتأثير صلوات أبائنا المصريين أصبح إمبراطورا. ده له حكاية ولو عشرة مع مصر والآباء في مصر، وعشان كده على مدى تاريخ الأباطرة كلهم في هذه الفترة لم يأتي أفضل من الإمبراطور أناستاسيوس اللي هنبدأ ندخل في عهده دلوقتي. في خلفية تاريخية هنقولها دلوقتي كتبها المؤرخون. بيقول في الواقع كان الإمبراطور زينون قد نفاه إلى جزيرة القديس إيراي الواقع في نهر منوف في مصر، وكان أهالي منوف يعاملونه بالحسنى. وذات يوم كان أناستاسيوس مغضوب عليه من الإمبراطور زينون، فاتفق سكان منوف وسكان حزينة أو حزينة، بتالي حزينة لأن كان زمان ما فيش العربي فمش هنقول حزينة يعني، فكان اسمها بالعربي بالمصري بالقبط يعني، على أن يصعدون نزورا له على مرتفع فوق دير القديس سيئوفوروس. لما دخل في ضيقة والمصريين عشريين ويتصفوا بالود وكرم الضيافة والتعاطف، عشان كده تبص تلاقوا مصر ملاذ للمضطهدين وللتعابة في العالم كله. وأهم شخصية جت مصر كان السيد المسيح، وإلى الآن تلاقوا مصر هي بتحوي في أحضانها كل من هم في ضيق. يعني لو تعدوا الدول اللي هي عندها مشاكل وشعبها جه في مصر النهاردة يعني حاجة كبيرة، فدي طبيعة شعب مصر، شعب ودود وكريم. فمش مجرد تعاطفوا معه بس، لا ده اتفقوا ان يصعدوا نزورا، عملوا نزور، قالوا هنوديها دير القديس سيئوفوروس، وكان يقيم على ارض هاتين المدينتين رجل ميزه الله بمعرفة كل الأشياء. يعني زي ما بيقولوا بالعامي كده مكشوف عنه، يعني يقدر يعني إيه، عنده موهبة الكشف والمعرفة. هو الأب جيرمي. جيرمي يعني إيه؟ نعم، أرمية. جيرمي اللي هو يقصده بأرمية يعني، فهنا العربي بتاع ترجمات قديمة فبيكتبوه زي ما بيتقال
بالابتباء، وبينما يتحدثون عن الحياة المقدسة التي لرجل الله أرادوا التبرك منه ورغبوا أن يصلي من أجلهم إلى السيد المسيح، فذهبوا إلى الأب جيرمي رجل الله فباركهم جميعا، ولكنه لم يقل كلمة واحدة إلى أناستاسيوس. يعني كل واحد قال له حاجة فيما عدا مين؟ أناستاسيوس. وعشان كده قد أصيب أناستاسيوس بحزن عميق، لأنه هو رايح مكسور منتظر كلمة كانت يعني تديله أمل أو رجاء أو عزاء أو فرح، فأصيب بحزن عميق بعدما رحل الجميع، لدرجة أنه كان يبكي وينتحب بمرارة، لأن هو الأب القديس كلم الكل ما عدا هو، فتوقع أن بقى فيه يعني حاجة وحشة جياله. فكان يبكي وينتحب بمرارة قائلا في نفسه أنه بسبب خطاياي الكثيرة منع عني الرجل بركته عندما بارك الكل. فسكان منوف ومدينة حزينة ديت الاتنين بصفات الشعب المصري الجميلة الحلوة اللي نتمنى انها تظل يعني شعبنا محتفظ بهذه الصفات، مهنش عليهم يشوفوا بهذا الحزن والبكاء، ورجعوا إلى رجل الله أخبروه بحزن أناستاسيوس الشديد. فناداه الأب جيرمي وحده على انفراد مع أصحابه المؤمنين ومعه أمونيوس، وقال له: لا تحزن بسبب اعتقادك وقولك أنه بسبب خطاياك لم يباركني هذا الشيخ، فالأمر ليس هكذا بل على العكس، فإني امتنعت عن مباركتك لأني رأيت يد الله موضوع عليك، فكيف أجرؤ أن أبارك الشخص المبارك والمقرب من الله؟ إن الله اختارك من بين الآلاف لتكون مكرما، لأنه من الواضح أن يد الرب الإله تمتد على رأس الملوك، وقد وضع الله ثقته فيك لتصبح مساعده على الأرض حتى تحمي شعبه. وعندما تتذكر كلامي هذا وتتحقق النبوة، ليتك تنفذ بأمانة الرسالة التي أعطيك إياها اليوم لكي ينقذك الله من أعدائك. وها هي: لا ترتكب أي خطية ولا تشرع شيئا ضد الديانة المسيحية، ديانة ربنا يسوع المسيح، ولا تقبل العقيدة الخلقدونية مطلقا التي تهين الله. وبعد فترة من الزمن استدعي أناستاسيوس من منفاه، ثم عين إمبراطورا. وعندما جلس على العرش أرسل رسالة إلى تلاميذ الأب جيرمي واستدعاهم إلى جواره، ومن بينهم الأب فاريانوس الذي كان قريبا من الأب جيرمي،
وقد طلب منهم الإمبراطور بإلحاح أن يتقبلوا بعض المؤن للطريق وللدير، لكنهم رفضوا، لأن أباهم القديس جيرمي كان قد حرم عليهم أن يقبلوا أي شيء إن كان إلا البخور وبعض الأشياء المقدسة ليقيموا بها القداس ويقدموا الذبيح. وأرسل أناستاسيوس أناسا إلى الجزيرة التي كان منفيا فيها، وأمر ببناء كنيسة كبيرة رائعة على اسم القديس جيرمي. الحكاية دي أوردها يوحنا النيقوسي اللي هو من آباء القرن السابع اللي عاصر دخول العرب مصر، والحكاية دي تجاوب لنا على سر ارتباط وتمسك الإمبراطور أناستاسيوس طول حياته بالإيمان الأرثوذكسي وتعضيده للأرثوذكس. فتوفي الإمبراطور زينون 491، خلفه أناستاسيوس أحد مؤيدي الموقف اللاخلقدوني. كان الإمبراطور الجديد مصمما على الحفاظ على الوحدة التي كانت سائدة في الشرق، ونتيجة لسياساته لم يعد يعترف علانية بمجمع خلق دنيا، كما أنه لم يكن قد رفض بعض من الجميع، رغم أن مش الكل كان رفض مجمع خلق دنيا، لكن هو شخصيا لم يعد يعترف به. مع ذلك بقيت في مصر أقلية أصرت على أن الهينتيكون لم يصل إلى الحد الكافي، فإلى جانب الاعتراف الأرثوذكسي اللي هو مضمون الهينتيكون يعني، كان من الضروري الحرص على حرمان مجمع خلقدونيا وتوموس لاون، وهكذا حرم جميع بطريقة الإسكندرية المجمع، يعني حتى اللي وقعوا على الهينتيكون، الهينتيكون ده نص أضافوا من عندهم حرم لمجمع خلقدونيا وتوموس لاون. وكما سبق أن وصفنا بالفعل كانت هذه هي الطريقة المستخدمة لمصالحة أولئك الذين كانوا من أنصار خلقدونيا، يعني عشان الكنيسة في مصر تقبل الشركة مع أحد أتباع مجمع خلقدونيا ما كانوش يكتفوا فقط بالهينوتيكون، ولكن يضاف عليه حرم صريح لمجمع خلقدونيا وتوموس لاون. فاكرين المرة اللي فاتت لما قلنا أكاكيوس أسقف القسطنطينية كان مات، وجيب بعده واحد طيب اسمه ايه فريفيتاس، اهو الاسماء صعبة شوي، وكتب رسالة شركة للبابا بطرس، وبعد كده البابا بطرس بعت رد عليه رسالة الشركة. قبل ما توصل له كان مات، كان جه واحد بعده اتجاهاته خلقدونية اسمه نعم
افيميوس. اه طب كويس، شاطر انك بتفهم تعرفي الاسماء دهيت، انا ما بعرفش احفظها بسهوله او ما بعرفش انطقها. اتفضل يا بني. فيذكر المؤرخ زكريا الفصيح انه عندما اصبح افيميوس بطريركا على القسطنطينيه في عام 490، رأى الخطاب الذي كان البابا بطرس منجوس قد أرسله إلى فرافيتاس ويدين فيه مجمع خلق دنيا، اللي هو اللي بيؤمن بمين؟ أوفيميوس. هو الخطاب أصلا رايح للي قبله، هو اللي استلمه، فخطط لحرم البابا بطرس. لكن ساعتها قلنا ان احد الاباء العظام قال له انت ما ينفعش، بابا الاسكندرية ده يعني مش مجمع مكان اللي يحكم فيه. المهم بدأ يخطط لهذا، ولكن طبعا البابا بطرس كان انتقل، فجي بعده البابا أثناسيوس خلفا للبابا بطرس، ما يدراش باللي جرى باللي حصل، فكتب لي من ضمن اللي كتب لهم. حينما جاء البابا أثناسيوس خلفا للبابا بطرس كتب إلى فيميوس نفسه يعلن رفضه لمجمع خلق دنيا. كان دايما رسائل الشركة لازم كختم فيها حرم مجمع خلق دنيا وطومس لاو. وقد أعطى هذا الفرصة لإفيميوس ليرتب لإدانة الرجل. خلاص هو بقى ما قدرش، يعني البابا بطرس كان انتقل، فيجي بقى على مين؟ على البابا أثناسيوس. وحينما علم البابا أثناسيوس من نائبه في العاصمة، قلنا كان بابوات الإسكندرية ليهم نواب في العاصمة زي سفراء للكنيسة يعني أو نواب، انضم إلى سالوستيوس بطريرك أورشليم، كان أرثوذكسي، وفتح الإمبراطور أناستاسيوس. كان مين بقى اللي جه؟ أناستاسيوس، ما هو زينون برضو كان انتقل بغرض إقصاء إفيميوس عن كرسيه، وبالفعل تم عزل إفيميوس بتهمة الخيانة. وجاء بعده مقدونيوس، كان ابن أخو البطرك السابق لأكاكيوس. مقدونيوس ده أصلا برضو كان خلقدوني، لكن دار فوقع على الهينوتيق، بيقول غير أنه لم يجد صعوبة في التوقيع على مرسوم الاتحاد، واستمر على كرسي حتى عام 511. مش بيعلن، بيداري عكس أبائنا كده زي السيف، ما يداروش على إيمانهم ولا ينكروا إيمانهم. فأصبح بتاع أورشليم أرثوذكسي، بتاع اسكندرية أرثوذكسي، بتاع القسطنطينية الحالي مقدونيوس، خلقدوني متخفي. بالنسبة لأنطاكيا بقى، حصل نبوات كتيرة للقديس ساويرس بخصوص ما سيكون. يعلق قداسة ماري أغناطيوس يعقوب الثالث بطرك السريان، عمل كتاب اسمه الأحاجي،
وماري أغناطس يعقوب الثالث اللي هو جه حضر افتتاح الكاتدرائية المرقسية، وحضر يمكن برضو رسامة البابا شنودة، من الآباء العظام الدارسين كويس الحقيقة، له عدة مراجع جميلة. فإحدى مؤلفاته كتاب اسمه الأحاجي، بيقول لم يكن مقدون اللي هو مقدونيوس اللي قلنا اترسم على فين؟ على فين؟ القسطنطينية، اللي هو كان خلقدوني بس بيحاول يداري. إن لم يكن مقدون أقل من فيليبيانوس تذبذبا في مذهبه. فيليبيانوس ذا كان اللي بقي بطرق أنطاكيا في ذلك الوقت اللي قبل القديس ساويرس، كان برضو اتجاهاته متذبذبة. فبعد أن وقع عند تنصيبه نتوق زينون، هو بيتكلم على مقدونيوس دلوقتي، انحاز إلى اليساريين وتبادل وإلي الأورشليمي الآن في الذكر رسائل الإيمان، وأقام تذكارا سنويا للنسطور، وجمع مصنفات ديودوروس وسأودوروس اللي هما أسس مدرسة أنطاكيا، أسس نسطور. ومن تاريخ المجمع الخلقدوني تأليف سأودوريتوس، جمع كتاب قسمه، هو كتب 240 أو 244 الحقيقة، نحلوا ملافنة الكنيسة القديسين ولا سيما ماري كورولوس الإسكندري، مموها على البسطاء أن هذا القديس كان يعترف بطبيعتين للمسيح بعد الاتحاد. وفي سنة 508 عقد أناستاسيوس مجمعا مسكونيا في القسطنطينية لبحث قضايا الإيمان التي كانت تقلق بال الكنيسة يوم ذاك، فحضره جمهور من الأساقفة يتقدمهم ماري فيليكسينوس المنبجي. خلي بالكم فيليكسينوس أيضا من الآباء المعاصرين للقديس ساويرس وله باع كبير في هذا المجال، والاتنين رفاتهم في الدير عندنا، أو على الأقل جزء من رفاتهم كانوا عندنا أو ما زالوا في الدير السوريان. كما حضروا ساويريوس السوزوبولي رئيس دير مار رومانوس، كان ساعتها القديس ساويروس راهب ورئيس للدير في غزة، مع 200 راهب من فلسطين والشرق. وقد واصل المجمع أعماله لمدة 3 سنين معيدا النظر في قرار المجلس الخلقدوني وتوموس لون الروماني اللذين حرمهما، وبأمر أناستاسيوس. خلي بالكوا في حدث كبير عمله أناستاسيوس محدش عمله غيره. وبأمر أناستاسيوس فتح آباء المجمع صندوق الشهيدة أوفيمية، وأخرجوا منه توموس لون. كنيسة القديسة أوفيمية دي اللي انعقد فيها مجمع خلقدونيا، وأخرجوا منه توموس لون والنسخ الأصلية لقرار مجمع خلق دنيا وأحرقوهما بالنار. وعلى الرغم من أن الأمور كانت تسير في البداية على ما يرام بين الإمبراطور وبطريرك القسطنطينية اللي هو مقدونيوس، إلا أنهما اختلف معا بعد ذلك. ويخبرنا زكريا عن مقدونيوس أنه كان يحتفل بذكرى نستوريوس سنويا. خلي بالكوا احيانا في حاجات بجيب من مراجع مختلفه نفس النقطه عشان يعني للتاكيد، وانه كون فريقا معارضا للامبراطور بالتعاون مع احد الساده
وبعض الرهبان. يعني بدأ يكون جبهة تآمرية ضد مين؟ ضد الإمبراطور، وسعى لاتهام الإمبراطور بالهرطقة. خلي بالكم بقى من الحتة اللي جاية دهيت. كما إنه جمع كتابا يتكون من فقرات مقتبسة من كتابات كل من ديدور وسؤدور ونسطوريوس وسؤدوريت وآخرين، وقد قابل الإمبراطور أناستاسيوس هذا التحرك بربطة جأش، ودعا إلى اجتماع ضم مجلس الشيوخ والنبلاء ورجال الكنيسة والرهبان، وأعلن أمامهم إيمانه وطلب منهم أن يحرقوه حيا. يعني هو اللي اتهم الإمبراطور بالهرطقة، فالإمبراطور بثبات جمع الكل وطلب منهم أن يحرقوه حيا إذا وجدوا أنه غير أرثوذكسي، ولكن المجمع أقر بأرثوذكسيته وأعلن أن مقدونيوس مذنب. الشقاق ده اللي بين الإمبراطور وبين مقدونيوس جه ازاي او بدأ يكتشفه ازاي؟ فيقول: من المؤكد ان الشقاق الذي حدث بين الامبراطور أناستاسيوس والبطريرك مقدونيوس قد بدأ في اواخر العقد الاول من القرن السادس، ففي عام 508 وصل القسطنطينية فريق من 300 راهب من الجماعات الرهبانية في غزة يقودهم الراهب ساويرس. مين اللي راح كشفه؟ ساويرس. وكانوا من المعارضين لمجمع خلق دنيا، وكانت هذه الجماعة قد حضرت إلى العاصمة لكي تطلب حماية الإمبراطور للرهبان الذين ينتمون إلى نفس موقفهم الديني في فلسطين من الضغط المستمر الذي يمارسه ضدهم الرهبان الخلقدونيين من أجل القضاء عليهم. واستطاع ساويرس الرجل العالم لأن يدافع عن هذه القضية فقط، هو كان محامي برضو على فكرة، بس مش زي بتوع اليومين دول. وإنما أن يحل محل مقدونيوس كمستشار للإمبراطور في الشؤون الكنسية. وكان ساويرس مقاوما عنيدا لمجمع خلق دنيا، وكان هدفه بالطبع هو أن يبذل قصارى جهده لأن يجعل الموقف غير الخلقدوني هو الإيمان الرسمي للكنيسة. وقد حاول ساويرس خلال السنوات الثلاثة التي قضى في العاصمة أن يدخل تسبيحة الثلاث التقديسات بصورتها المطولة الذي صلب عنا ارحمنا. لكن بقى كانت بداية تألق القديس ساويرس، هندخل فيها دلوقتي. يلو حدث موقف آخر كان من شأنه أن يزيد من شهرة ساويرس ويضعف الثقة في مقدونيوس. ففي ذلك الوقت كان الجانب الخلقدوني قد بدأ نشاطه الأدبي للدفاع عن المجمع، وكان أول أعمالهم في هذا الاتجاه هو كتاب يحتوي على 244 اقتباسا من كتابات البابا كيرلس السكندري لكي يثبتوا به أن مجمع خلق دنيا لم يقدم في مواجهتي لخطر الأطاخية إلا شرحا لتعاليم البابا كيرلس، وبالتالي لا يكون هناك أي سند للذين يعارضون المجمع بحجة أنه غير متواصل مع مجمع أفسس 431 أو مع تعليم البابا كيرلس، لأن كان الكل يعلم أن مجمع خلقدونيا كان مناقض تماما لمجمع أفسس وللبابا كيرلس، وكانوا يتهموا بهذا. فحاولوا بقى يظهروا ان كل تعاليمهم في خلق دنيا هي تعاليم مين؟ بابا كيرلس.
وقد لقي هذا الكتاب ترحيبا كبيرا من الجانب الخلقدوني في العاصمة. الناس تسمع اسم البابا كيرلس خلاص، بينما وقع المعارضون لهم بما فيهم الإمبراطور نفسه في حالة من الارتباك. ليه؟ عملوا الكتاب بطريقة يجيبوا أقوال القديس كيرلس توحي انها خلق دنيا. فعموم الشعب الناس يشوفوا اسم القديس كيرلس كش ملك ما يقدروش يقولوا حاجة. وبعدين طب ده غير ده ازاي؟ مش كل واحد بقى يقدر يكتشف التلاعب ويفند. وقع المعارضون لهم بما فيهم الإمبراطور نفسه في حالة من الارتباك. وهنا وضع القديس ساويرس مؤلفه الشهير محب الحق فيلاليسس ليضحد دعاوي ذلك الكتاب. عمل كتاب من الكتب المهمة اللي ألفها اسمه فيلاليسس. جاب بقى الكتاب دوت اللي هو زوره فيه أقوال كيرلس، فأثبت التزوير وحدد التفسير السليم للقديس كيرلس. وده السر ليه كنيستنا بتقدمه على البابا أثناسيوس وكيرلس. يعني عايزة تقول لنا نستلم البابا كيرلس وأثناسيوس من القديس ساويرس، لأن ما زال إلى يومنا هذا التلاعب بأقوال الآباء موجود. وأي حد يفتح كده ويلاقي القديس كيرلس خلاص، يعني أنت هتفهم زي القديس كيرلس، لكن بيبقى فيها تلاعب في الأقوال. هندخل في الكتاب ده بعد قليل. هذا الكتاب أما بديت في هذا البحث لم أجده إلا باللغة الفرنسية، وتم ترجمته سنة 97. ولأني ماليش في الفرنساوي فاعتمدت على الآخرين عشان أضمن الترجمة تبقى مظبوطة. خليت جهتين يترجموه من غير ما يعرفوا، وخدت دي وخدت دي عشان أحط الاتنين مع بعض. وفوجئت حديثا، عرفت قبل كده من احد الباحثين الاقباط، شخص اسمه الدكتور يوحنا نسيم في احدى جامعات استراليا، دارس للقبطيات ومتخصص في القديس ساويرس. فلما كنا اتقابلنا في احدى المرات وعرفت انه يعني مهتم بالقديس ساويرس انبسطت قوي. فساعتها قال لي ده أكل عيشي هو القديس ساويرس، يعني هو اللي يعني شغال عليه. ففوجئت إن في مخطوط بالعربي لهذا الكتاب بس ما حصلتش عليه. لكن فوجئت حديثا إن أحد رهبان دير مريمين العامر نشروا هذا الكتاب سواء مخطوط وترجمة في نفس الوقت، لكن أصبح متاح الآن ممكن الحصول عليه. ففي حاجات لما بدينا بيها كنا بنلاقي صعوبة، لكن كل ما للدنيا بتبقى أسهل
اللي ما كانش متاح قبل كده بقى ايه متاح اكثر الان. عايز اخلص من مقدونيوس الاول وهدخل في الكتاب على طول عشان ما نبعدش عنه. طبعا مقدونيوس بعد الحاجات دي ما اتكشفت فيقول لم يكن من الممكن ان يظل مقدونيوس محتفظا بموقعه وهو مبتعد عن الامبراطور بهذا الشكل. ويذكر يوحنا كاتب سيرة حياة ساويرس ان الامبراطور سأل مقدونيوس بإعاز من ساويرس إن كان يؤمن أن الذي تجسد وصار إنسانا بلا تغيير قد ولد وأن تلك التي ولدته هي ثيوتوكوس أي والدة الإله. والسؤال هنا يدور حول مناقضة مقدونيوس للإيمان الذي حافظ عليه مجمع أفسس والذي تبنى مصطلح ثيوتوكوس في الإشارة إلى العذراء مريم. وقيل إن مقدونيوس قد رفض الاعتراف بهذا الأمر. وعلى أي حال فكما يذكر فريند تم عزل مقدونيوس بواسطة مجمع في 7 أغسطس 511 وخلفه البطريرك تيموساوس الذي جلس على الكرسي حتى عام 518. وكان سقوط مقدونيوس وبعده بعام فليفيان أسقف أنطاكيا الذي قد أظهر أنه لا يمكن للقادة الخلقدونيين أن يبقوا في مأمن بمجرد التوقيع على مرسوم الاتحاد الهينوتيكون. وهنا كانت حكمة آبائنا. مرسوم الاتحاد تعليمه أرثوذكسي لكن ما حرمش خلق دوني، عشان كده بقى اسكندرية اشترطوا ان اللي يقبلوه في الشركة معهم بجانب مرسوم الاتحاد يحرم خلق دوني وتوماس لاون. وبالتالي يبقى يعني مضمون ايمانه. نرجع للكتاب اللي كتبه القديس ساويرس وسماه فيلاليسس يعني محب الحق ومحب الحقيقة، يقصد به القديس كيرلس. يعني القديس كيرلس محب الايه الحق والحقيقة. يقول القديس، خلي بالكم يمكن ده مش هتلاقوه على الشاشة فتركزوا معي. لا لا، هم اصل الكتاب اللي هم عملوه الخلقدونيين جابوا 244 فقرة من تحديدات مجمع خلقدونيا ويجيبوا قول مزور او مبتور او خارج من سياقه للقديس كيرلس ويحطوه كأن مجمع خلقدونيا هو القديس ايه كيرلس. فكتير من الناس البسطاء لما يشوفوا لا ده كده يبقى القديس كيرلس، طب يبقى احنا واحد بقى ما فيش فرق. وده يوريكوا عظمة القديس كيرلس، اسمه كان لامع ومحل ثقة، وأسلوب الهراطقة عادة الكذب والخداع. وده بدأوه من زمان، فاكرين من مصالحة 433 يدعوا ان القديس كيرلس يعني قال وقابل وقرر وعمل صيغة جديدة، ادعاءات كذبة. وفي حياته وسقوديريتوس طبعا كان بداية الحاجات دي كلها. يقول القديس ساويرس ايه
بيقول يدافع مؤلف هذا الكتاب. القديس سيرس بيقول على مؤلف الكتاب اللي هو فيه المقتطفات أو يسموها زي حاجة تجميع كده، يدافع مؤلف هذا الكتاب المكون اللي بيتكلم دلوقتي مين؟ القديس سويرس، المكون من فصول مبطورة من سياقها بنية دنسة ومتهورة، وبحجة أنه يرد على تخاريف الأوطاخيين إن مجمع خلق دنيا ده إحنا عاملينه عشان نرد على بدء الأوطاخيين. مين هم الأوطاخيين؟ على تخاريف الأوطاخيين الإلحادية، يدافع عما تقرر بدون تقوى في مجمع خلق دنيا، ذلك المجمع الذي قسم ربنا وإلهنا الواحد يسوع المسيح إلى اثنين بقوله طبيعتين بعد الاتحاد. أما دفاعنا عن تلك الفصول والموجودة أسفل كل واحد منها، يفحص كل فصل بعناية ويذكر أقوال القديس كيرلس كاملة، بيجيب الجملة اللي جابوها لكن هو بياخدها يحطها بقى في السياق الكامل فبيتضح معناها تماما، والتي شوهها مؤلف هذا الكتاب بدون تقوى، حيث أضاف إلى بعض المقاطع مبتدعا أشياء أخرى، بل وكم من مرة أيضا حذف منها. أما نحن فإذ كنا حريصين في كل شيء على الحق فسنظهر فكر المعلم كيرلس من خلال أقواله، والذي كان يجاهر في كل موضع بطبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة. الصيغة التي تكشف عن الفكر الأصيل لتعليم القديس كيرلس. أما اسم هذا الكتاب فهو كيرلس فيلاليسس، الذي تفسيره محب الحق، وهو ضد أولئك الذين يشوهون نصوص القديس أو يقتطعونها من سياقها ثم يجمعونها بدون تقوى بهدف تقسيم عمانوئيل والقول بأنه طبيعتان بعد الاتحاد. ما زال الكلام للقديس سويرس، يقول مرير هو التزوير. نعم بالحقيقة هو مرير، وتكراره يمكن أن يضلل عن الطريق المؤدي إلى الحق. لأجل هذا صرخ داود النبي أيضا في صلاته إلى إله الكل، أنقذني من زور الناس فأحفظ وصاياك. ونتعلم من سفر الأمثال أن الزور يبتلع الإنسان، أما مبتدع الهرطقات الخبيثة والبائسة فأظهروا أن التزوير يتجرأ على مجد الله وبخبثه يهين العلي. فإن كان إلصاق فكرة غير مقبولة إلى الكتب الإلهية هو أمر خطير ويوقع تحت تهمة التجديف، فكيف لا يتعدون كل تجديف عندما يعرض هؤلاء المزورون الأقوال التي قالها الروح من قبل آباء الكنيسة ومعلميها، وكتبت لهدم انحراف الهرطقات بغرض إثبات نفس هذه الأخطاء. يعني بيحاولوا الكتابات اللي كتبت لهدم انحراف الهرطقات عشان يثبتوا بها إيه؟ الهرطقات.
يستطرد ويقول فما الذي دفعني إلى أن أكتب عن هذه الأمور؟ لقد وقع بين يدي كتاب ألفه إنسان عادم التقوى، وقد قرأته بدقة نائحا وروحي حزينة. استجرأ مؤلف هذا الهذيان الخادع والذي لن أصنفه كتجميع، يعني هو جايب زي ما عملوا كأني مجموعة من الزهور، يعني كاتب ان الأقوال دي مجموعة من من الزهور والورود اللي هي أقوال الآباء. فالقديس هيرز بيقول والذي لن أصنفه كتجميع الزهور، يعني على الافتراء على القديس كورولوس أسقف الإسكندرية ومعلم المسكونة الذي وحده أكثر من أقرانه، أضاف نوعا من الدقة والوضوح بحسب رأيي إلى التعليم الخاص بالتجسد. القديس كيرلس عمود الدين كان بالنسبة للقديس ساويرس وحسب رأي القديس ساويرس أعظم من في الآباء الذي تكلم بدقة ووضوح عن التجسد الإلهي. بيقول فبعدما قرأ إنجاز التعبير كل الكتب الممنوحة من الله وكأعضاء قطعها من كل ترابط أو تواصل من أجسامها بمقص عدم التقوى، قطع الأقوال ثم نسجها. هذا المجدف نسجها رداء رافعا صوته من الأرض بالأمور الباطلة كما يقول النبي، وضاربا هذا البائس الهواء مجتهدا أن يظهر الكارز الموقر بالإيمان الأرثوذكسي كمن كتب أمورا متوافقة مع تلك التي تقررت بانحراف في خلق دنيا من قبل أولئك المجتمعين هناك، وأنه تكلم، يقصد القديس كورولوس يعني، عن طبيعتين بعد الاتحاد مقسما المسيح الواحد. والأما بالنسبة لنا فقبل أن نبدأ في عرض الرد على هذه الفصول التي اقتطعت بطريقة منحرفة عادمة التقوى، نرى أنه من الضروري أن نبين أولا وبأفكار مختصرة من شأنها أن تظهر بوضوح للقراء الاختلاف بين القول طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة وأن نقول طبيعتين. تركزوا معي ولا لا؟ احنا دخلنا في الجد مش حواديد دلوقتي. هنا هيبان اللي فاهم مش من اللي فاهم ابتداء من دلوقتي. فنحن نقصد بعمانوئيل الشخص الذي سلمنا الآباء الاعتقاد بأنه هو الله الكلمة، الابن الوحيد المولود أزليا من الآب بلا بداية بغير ألم وبطريقة غير جسدية، الذي في آخر الأيام ومن أجل خلاصنا اتخذ جسدا من الروح القدس ومن القديسة والدة الإله دائمة البتولية مريم، أخذ جسدا مساويا لنا في الجوهر ذا نفس عاقلة مفكرة لم يكن له وجود قبل نزول الله الكلمة إلى بطن العذراء، لأنه لو كان الوضع هكذا إن الجسد موجود قبل حلول الكلمة فمن الكذب أن نقول أن الكلمة تجسد،
على العكس، إن كان الكلمة قد تجسد فعلا فمن الواضح أنه ليس مستبعدا عن الحبل به. فهذا هو إيماننا، أنه في الوقت ذاته وفي اللحظة الأولى التي أعلن فيها الملاك جبرائيل العذراء سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، فإن أقنوم الله الكلمة، قوة الآب الفائق السمو، حل في العذراء واتحد أقنوم الكلمة باللحم والدم في الأحشاء البتولية في وقت واحد بطريقة غير مدركة وغير مفسرة يعرفها هو وحده. ويقال أيضا أنه حبل به جسديا بسبب اتحاده بجسد قابل بحسب طبيعته أن يحبل به ويولد. ومفهوم ضمنيا امتلاكه نفسا عاقلة مفكرة، وذلك بدون أن يتخذ الجسد لكي يكمل أقنومه، لأنه غير ناقص مطلقا، بل هو كامل في كل شيء لكونه الله. هذا الذي في صورة الله أي في جوهره ومساو للآب اتخذ جسدا من امرأة مع بقائه ثابتا كمكان. هذا هو الاتحاد الأقنومي. فبميلاده أظهر العذراء بأنها والدة الإله، لهذا دعي عمانوئيل، لأنه من طبيعتين كاملتين من جهة ماهيتهما، وهو نفسه إله وإنسان في ذات الوقت. شوفوا لما يتقال إله وإنسان لازم نقول هو نفسه في ذات الإيه؟ الوقت، وإلا يتقال هو الإله المتجسد، لكن هو إله وإنسان يبقى هو نفسه، يعني مش اتنين، يعني في ذات الوقت هو نفس الله وهو نفس الإنسان، يعني هو ابن الله وهو ابن الإنسان. حيث أن التعبير الله معنا الذي هو معنى اسم عمانوئيل يشير إلى هذا، أن الله الكلمة اتحد بجوهرنا كاملا بدون إسقاط، أي مما يشكل الإنسان الذي هو نحن، وأصبح في الواقع يشبه إخوته في كل شيء فيما خلا الخطية، لكي يقدم للذين سقطوا تحت الخطية خلاصا كاملا منها. شوفوا برضو الخلاص والفداء في حاجات بتاخدوها ضمنيا كده، فكرة الخلاص والفداء موجودة من زمان. إذن فمنذ اللحظة التي حل فيها الكلمة ليسكن في العذراء والتي اتحد فيها تدبيريا بطبيعتنا، أي بجسد ذي نفس عاقلة، فمن غير الممكن أن نجد لحظة واحدة كان فيها الجسد منفصلا عن الكلمة. فهذا الجسد لم يوجد وحده بعيدا عن الاتحاد بالله الكلمة، فهو وجد من أجله بدون أن ينفصل عنه، إذ أنه عند تكوينه وقدومه إلى الوجود اتحد الجسد المخلوق بالكلمة غير المخلوق الذي قبل الظهور، لدرجة اعتبار تقسيم الطبيعتين في المسيح الواحد هو من قبيل الابتداع الإنساني. أما العقل فيتصور الاختلاف الطبيعي بين هاتين اللتين اجتمعتا في الاتحاد، عن اللاهوت والناسوت. لكن عندما نضيف إلى ذلك فكرة الاتحاد، فإنه لا يسمح بقول اثنتين على اللتين اجتمعتا معا في اتحاد غير منفصل. لذا
فمن الضروري والمنطقي والمتوافق مع سر التأنس الإلهي أن نعترف بطبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة، لأن هذا الاعتراف يبين أن الاتحاد غير منفصل، وأن الجسد بقي كما كان على ما هو عليه، وأنه لم يتحول إلى طبيعة الكلمة، ولا الكلمة أيضا تغير إلى الجسد، لكن حدث تجسد بالحقيقة لا بالتغيير ولا بالخيال. وبيجيب اقتباسات متنوعة بتؤكد على تجسد الكلمة، إنه تجسده ليس حلول على إنسان، ما كانش موجود لا، الكلمة صار جسدا. فبيقول: وكدليل على أن هذا هو الحال سوف أقتبس لكم شهادات الآباء حاملي الإله. كانوا دايما يلقبوا الآباء، يقول لك حامل الله أو الملتحف بالله أو اللابس الروح. للقديس بطرس رئيس الأساقفة والشهيد من كتابه عن اللاهوت. وهنا في ميزة حلوة بقى في الكتب الآباء دهية، ممكن تلاقوا اقتباسات من كتب مش موجودة دلوقتي. فكل اللي نعرفه عن الآباء كتاباتهم دهية هي الاقتباسات اللي الآباء اقتبسوها من اللي قبليهم. ممكن الكتاب فقد لكن باقي الاقتباس بتاعه. فالقديس بطرس بيقول ايه: من اجل هذا كان البشير صادقا عندما قال: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، اي منذ اللحظة التي القى فيها الملاك السلام على العذراء قائلا: سلام لك ايتها الممتلئة نعمة، الرب معك. والتي يجب ان تفهم الان من فم جبرائيل أن الله الكلمة معك، لأن هذا يعني ميلاد الكلمة بذاته في بطنها وصيرورته جسدا كما هو مكتوب: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ثم بعد برهة يضيف القديس بطرس برضو: بدون تدخل رجل صار الله الكلمة جسدا في بطن العذراء، دون الحاجة إلى فعل أو اقتراب رجل، وذلك بإرادة الله الذي يستطيع كل شيء، لأن قوة الله فعل فيها ما هو أكثر من الرجل بسكناه في العذراء مع الروح القدس الذي حل عليها. في اقتباس تاني جايبه للقديس أثناسيوس رئيس أساقفة الإسكندرية من الرسالة إلى أبيكتيتوس. الرسالة دي ليها حكاية اتكلمنا عليها قبل كده، اللي يفتكرها يبقى شاطر. نعم؟ لا، هسهل لكم الحكاية، اتكلمنا عليها في الكورس الأول. لما بولس أصف حمص جاي وعرض عليه كذا موضوع، لما اتفقوا خلاص ان عشان يبقى فيه مصالحة يوقعوا على كل قرارات مجمع افسس، وان العذراء والدة الاله، وان ماكسيميانوس بدل نسطور وكده، وانهوا الموضوع وبدأ بقى فيه جلسة يسألوه في حاجات فرعية. الأسقف اللي عايزين يرجعوهم، عرض الإيمان اللي عرضوه بتوع يعني اللي هم بيردوا بيه على اللي بيتهم البابا كيرلس بالأبولينارية، واللي هم ادعوا بعد كده ان هو ده صيغة المصالحة. وكان من ضمن الحاجات رسالة القديس أثناسيوس لأبيكتيتوس
ايه رأيك فيها؟ قال لهم لو سليمة تبقى مظبوطة طبعا. فلما فحصها لقاها مزورة ونسخها واداها له. افتكرته؟ شفتوا بقى الكورسات مترابطة اصلي، يعني ما ينفعش ابونا شيء ناصح واخد لباله يعني. فبيقول القديس أثناسيوس: كيف يجرؤ هؤلاء الذين يدعون مسيحيون اسما ان يشككوا فان الرب المولود من مريم هو ابن الله بالجوهر والطبيعة، وانه بحسب الجسد من نسل داود ومن جسد القديسة مريم؟ ومن هم الذين وصل تهورهم إلى القول أن المسيح الذي تألم وصلب في الجسد ليس ربا وإلها ومخلصا وابن الآب؟ وللقديس أوفيلس أسقف الإسكندرية من الرسالة الفصحية، هي مثلا الرسالة دي مش عندنا دلوقتي لكن ممكن نلاقي يعني إيه الاقتباس ده منها، يقول: هكذا فإن الصانع الأحكم من الجميع كلمة الله الحي والفاعل دبر كل شيء في ترتيب متناغم، إذ لم يتخذ جسدا من مادة سماوية ليأتي إلينا، ولكنه أظهر في جبلة الطين عظم براعته، فلكي يقيم الإنسان المخلوق من الطين فهو نفسه خرج إنسانا من العذراء بطريقة جديدة، حتى وإن اختلف عنا في طريقة التناسل إلا أنه رأى ألا يتجنب مشابهتنا في كل شيء، لقد ولد وقمت ورضع واضطجع كطفل في المزود متخذا ضعف طبيعتنا للأسباب السابق ذكرها. جايب اقتباس ثاني من الرسالة الثالثة للنصور اللي هي أهملت في مجمع خلق دنيا، والتي تحوي الحروم الاتناشر اللي هم ما يحبوهاش، واللي ادعوا ان البابا كيرلس تراجع عنها او عدل تفسيره لها يعني. فجايب الفصل الاول من الحروم الاثني عشر: إن كان أحد لا يعترف بأن عمانوئيل هو الله بالحقيقة ولا يعترف بتعبير العذراء القديسة هي والدة الإله، حيث أنها بالحقيقة ولدت جسديا الله الكلمة والذي صار جسدا، فليكن محروما. وأيضا للقديس كيرلس من نفس الرسالة الفصل الثاني من الحرم من حروم الاثناشر: إن كان أحد لا يعترف أن الكلمة المولود من الآب قد اتحد أقنوميا بجسد، وأن المسيح واحد مع جسده هو بذاته الله وإنسان في ذات الوقت، فليكن محروما. شوفوا لما تعبير القديس كيرلس بقى، وأن المسيح واحد مع جسد هو بذاته الله وإنسان في ذات الوقت. وأيضا القديس كيرلس من الدفاع عن الفصل الثاني ضد الحرمانس، ضد انتقادات سؤدوريت. تعرفين سؤدوريتوس كان بيقاوم القديس كيرلس، فإن القديس كيرلس بيقول: نحن نقول أنه كان هناك اتحاد أقنومي، وكلمة أقنومي لا تشير إلا إلى هذا، أن طبيعة الكلمة أي الأقنوم الذي هو الكلمة نفسه اتحد بالحقيقة مع الطبيعة البشرية بعيدا عن أي تغيير ولا اختلاط كما سبق وقلنا مرارا، وأصبح المسيح معروفا واحدا، هو نفسه إله وإنسان لكن هو إيه؟ واحد.
وأيضا للقديس كيرلس من الرسالة إلى الرهبان في بدايتها البعض وصل كما هي العادة، فقد قال إن السر الخاص به يتشابه مع طريقة ولادتنا، ففي الحقيقة إن أمهات أولئك الذين على الأرض الخاضعات لطبيعة الإنجاب لهن في بطونهن لحماً الذي قليلاً قليلاً يأخذ شكلاً جسدياً، وبفضل عمليات إلهية غير مفسرة ينمو ويكتمل هناك محققاً هيئة إنسانية. خلي بالكوا بقى من الحتة الجاية ده، هي تفيدنا في موضوع آخر. يعني الجسد اللحم الذي قليلاً قليلاً يأخذ شكلاً جسدياً وبفضل عمليات إلهية غير مفسرة ينمو ويكتمل هناك محققاً هيئة إنسانية، ويغرس الله الروح في داخل الكائن الحي بطريقة هو وحده يعرف سرها، فهو جاب الروح الإنسان في داخله. دي نص كتاب زكريا، سفر زكريا، كقول النبي: لأن ماهية الجسد شيء، أما ماهية النفس فشيء آخر. لكن بينما هن لم يصرن إلا أمهات الأجساد الأرضية فقط، بس قبل ما أكمل هنا دي بتفيدنا في موضوع آخر. الروح بتتولد ولا بتتخلق؟ آباء الكنيسة زمان اختلفوا، في يقولوا بتتولد، لكن آباء الإسكندرية قالوا بتخلق، سواء البابا كيرلس أو البابا ديوسكوروس. وهنا ماشي في نفس الخط مين؟ القديس ساويرس الأنطاكي. يعني كل واحد بيتخلق له روح، امتى بتتحد بالجسد وتخرج سر يعلمه الله وحده، لكن مش بتتولد. وده اللي القديس كيرلس قاله لما ليه الانسان رغم انه بياخد جسده من امه وابوه، لكن بتتقال بيتولد بقى بالجسد والروح، بتبقى امه كله، مع ان هي مش مصدر الروح. فالسيد المسيح معروف ان العذراء ما هيش مصدر اللاهوت، لكن اتولد منها متحد فبتطلق والدة الإله. لكن احنا عارفين ان هي مش مصدر اللاهوت، لكن اللقب والدة من حقها ان هي ولدته بالفعل متحد بيه، لكن هي مش مصدره. يقول: بينما هن لم يصرن الا امهات الاجساد الارضية فقط، الا انهن يلدن الكائن الحي كاملا الذي هو كما سبق وقلت من نفس وجسد. ولا يقال إنهن لم يلدن إلا جزءا، فلا أحد يقول على سبيل المثال إن أليصابات هي أم لجسد وليست أيضا أما لنفس، فهي قد ولدت المعمدان ذا نفس إنسانا واحدا من كليهما كما قلت، نفس وجسد. ونحن نعترف بأن ما تم في ميلاد عمانوئيل المماثل لذلك. في الحقيقة إن الإبن الوحيد الكلمة هو من جوهر الله الآب كما سبق وقلت، ولكن منذ أن اتخذ جسدا وجعله خاصا به فقد دعي ابن الإنسان وصار مشابها لنا. إذن ليس غريبا أبدا القول، بل من الضروري الاعتراف بميلاده جسديا من امرأة بنفس الطريقة التي تولد بها نفس الإنسان مع جسدها وتعرف بأنها شيء واحد معه، بينما هي على خلافه معروفة في جوهرها ومختلفة بحسب ماهيتها الخاصة. فإن أردنا القول بأن أم فلان
هي والدة جسده وليست أيضا والدة النفس، سيكون ذلك أمرا فارغا، لأنها ولدت إلى العالم كما قلت كائنا حيا مؤلفا بكل حكمة من شيئين متباينين، ومن كليهما ليس إلا إنسان واحد، لقد اشترك معا في اتحاد طبيعي كما لو كان قد امتزج معا، وإن بقي كل منهما كما كان، ولكن كما لو أن كل منهما ملتصق بالآخر كأنه خاص به. في استشهاد آخر للقديس غرغوريوس اللاهوتي أسقف نازيانزا من الرسالة إلى كليدونيوس، بيقولوا إيه القديس غرغوريوس؟ لا لسه. إن قال أحد أن إنسان قد تكون ثم حل الله فيه فهو تحت الحكم، لأن هذا لا يعد ميلادا حقيقيا بالنسبة لله، إنما تهربا من الميلاد. وبعد ذلك بقليل القديس غرغوريوس يقول إيه؟ إن قال أحد إنه، أي الكلمة، قد عمل في الجسد بالنعمة كما في نبي، وليس أنه ارتبط به جوهريا، وأنه أي الجسد جبل معه، فليحرم من عمل الكلمة ويمتلئ بالحري بما هو ضده. هكذا فإن كل معلم الكنيسة حامل الإله يعترفون باتفاق بأن الله الكلمة حبل به في بطن العذراء والدة الإله، لأنه اتحد أقنوميا بجسد حبل به مع بقائه ثابتا بغير تغيير، واتخذه لنفسه بدون أن يكون منفصلا عنه في أي وقت. وتشهد بذلك أيضا كلمات رئيس الملائكة، ففي الحقيقة لم يبدأ بالقول للعذراء القدوس المولود منك يدعى ابن الله، ثم أضاف قوة العلي تظللك، بل على العكس قال الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله، ليبين بوضوح أن الكلمة ابن الله سوف يتجسد دون أن يتحول إلى جسده، لأن ظل الدوران لا يتناسب مع الطبيعة الإلهية، ولكن بجعله ميلاد الجسد خاصا به عرف كما قيل أنه هو نفسه تشكل فعلا في البطن، وأيضا ولد من العذراء والدة الإله. إلا أن الذين يقسمون ربنا الواحد يسوع المسيح إلى اثنين لا يرون أن هذا هو ما حدث، بل إن الإنسان تكون أولا في بطن العذراء جعلين إياه وحده، وهكذا سكن فيه الله الكلمة كما يقولون، وهم يخفون هذا الحلول تحت المسمى الحسن الاتحاد، وكنتيجة لذلك بحسب رأيهم يقسمون عمانوئيل إلى طبيعتين، لأنهم لو كانوا متعمقين في الكتب أنفاس الله وتعليم الآباء حامل الإله بالطريقة التي أشرنا إليها بتدقيق لفهموا على العكس أن الذي تجسد من العذراء هو الله الكلمة،
بما أنه جعل الجسد الذي من مريم خاصته، أي الجسد ذا النفس العاقلة منذ بداية تكوينه ووجوده، وكانوا قد عرفوا عن مانوئيل الواحد أنه من طبيعتين، إذ الجسد غير منفصل عن الكلمة بفضل الاتحاد غير المفسر والذي يتجاوز كل فهم، ولم يعدونه وحده ولن يزيدوا عددا زائدا على الثالوث القدوس، بل على العكس يعترفون بطبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة، وكانوا سيظهرون تلك الطبائع التي منها المسيح الواحد والوحيد، ويبتعدون عن التقسيم المجدف. أما من جهتي، ده مين اللي بيتكلم؟ اصحوا، اوعى حد يسرح، احنا لسه ما دخلناش في التفنيد الكتاب ده، دي مقدمة هو بيقولها عشان الامور تبقى واضحة، يعني هو بيوضح المفاهيم قبل ما يدخل في ايه، في التفنيد في الجد، يعني في مبادئ كده بيحطها. اما من جهتي مين؟ ايون كده، فإني مأخوذ بالإعجاب بمصطلح الآباء الموحى به من الله، كما هو كامل وبعيد عن كل رأي معيب، لقد أظهروا حقا بقولهم طبيعة واحدة لله الكلمة، أنه عندما تجسد فإن الكلمة لم يترك طبيعته الخاصة، إنما ظل ثابتا وبغير تغيير، وكان في حالته الكاملة بدون أن يترك أو يفقد شيئا من أقنومه الخاص. أما في قولهم متجسدة، أشاروا بالحقيقة إلى أن الجسد لم يبارح كونه جسدا، وأنه لم يتكون منعزلا أو منفصلا عن الاتحاد مع الكلمة، وهكذا فمن الدقة أن دعيت طبيعة الكلمة واحدة، فقبل كل الظهور كانت طبيعة الكلمة وحدها بدون جسد، بسيطة وغير مركبة، بل والجسد لم يتكون وحده، لكن فقط عندما أراد الكلمة أن يأخذ شبهنا بلا خطية، لأن كلمة متجسدة وهي مظهرة الاتحاد العجائبي الذي أجراه الكلمة، تعطي معنى جسدا آتيا من مريم وليس جسدا منفصلا عنها، بحيث أن من طبيعتين اللاهوت والناسوت خرج مسيح واحد من مريم، ومن الواضح أنه هو نفسه إله وإنسان في نفس الوقت، مساو للآب في الجوهر من جهة الألوهية، وهو نفسه مساو لنا نحن البشر في الجوهر من جهة الناسوت. هنا جاب اقتباسات أبائنا بيقولوا إيه، وشرح في المقابل هيجيب الرأي التاني بيقول إيه، عشان لما هيدخل بعد كده يشرح ويفند يبين دول مسنودين على مين والرأي ده أبائنا إيه. بيقول لكن يجب أن نذكر بالمثل أقوال الهراطقة الضالين، لكي يعرف القراء أنهم يعترفون أن للمسيح الواحد طبيعتين، جعلين أولا الإنسان المولود من مريم، ثم بعد ذلك سكن فيها الله الكلمة على حد قولهم. أولا جايب لديودور الطرسوسي اللي هو معلم نسطور، بيقول إيه ديودور؟ بينما كان الجسد لمريم ولم يتخذه بعد، كان من الأرض
ولا يختلف عن الأجساد الأخرى في شيء. وكما أختير لاوي وهو بعد في صلب أبيه، لكن نال الكرامة عند ميلاده، هكذا أيضا عندما كان الرب في بطن العذراء ومن جوهرها لم ينل كرامة البنوة، لكن عندما اتخذ صورة بشرية وأصبح هيكلا لله الكلمة وتقبل إليه الابن الوحيد، حينئذ نال كرامة الاسم الابن، ونال بعدها أيضا شيئا من الكرامة نفسها أي البنوة. يعني شبهه بلاوي وبالأنبياء اللي بدأوا عادي خالص، لكن الكرامة اللي خدوها بعد ما خدوا نعمة معينة، فنفس الوضع السيد المسيح عايز يقول كده. القديس كورولوس يضاد هذه المزاعم في المقال ضد ديودور. هنا اللي اتقال ده مين اللي هيرد عليه دلوقتي؟ القديس كورولوس. بيقول ايه القديس كورولوس؟ اقول لك يا عزيزي انك تتفوه بكلام جاهل يتسم بالجنون الشديد، لقد جاء الجسد المقدس حقا من مريم، محدش ينكر، لكن منذ اللحظات الاولى لوجوده او لتكوينه في الرحم كان مقدسا بما انه جسد المسيح، حتى اننا لا يمكننا ان نرى لحظه واحده لم يكن فيها الجسد خاصا به، او كما تقول انت في حاله متطابقه مع الاجساد الاخرى وبالتساوي معها. ده هو من البدايه وجد متحد به، فما بقاش جسد عادي، ده جسده هو. جايب قول تاني للنسطور. نسطور بيقول ايه؟ اسمعوا نسطور برضو عشان تعرفوا بيقول ايه. يقول يا عزيزي لم تلد العذراء اللاهوت. طب ما احنا عارفين، لان ما ولد من الجسد هو جسد، لم يلد المخلوق غير المخلوق، فالآب لم يجعل العذراء تلد كلمة جديدا. في البدء كان الكلمة كما قال يوحنا. إذن فالمخلوق لم يلد غير المخلوق، وإنما ولدت إنسانا كأداة أو آلة للاهوت. ورغم أن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، لم يخلق الروح القدس الله الكلمة، لكنه أقام لله الكلمة هيكلا مأخوذا من العذراء. لم يمت الله عندما تجسد، لكنه أقام من الموت هذا الذي تجسد فيه. كلام يبدو بالنسبة للناس يعني مرتب. وفي موضع آخر من مديح القديسة تكلا، العظة التي بدايتها الترتيب الحكيم لمجيء الرب. نسطور برضو لسه، خليكوا لسه نسطور، بعد كده هنشوف الرد بتاع عليه ايه. نسطور بيقول ايه؟ ولهذا ينسب بولس البار الولادة للإنسان أو للهيكل. وأيضا في موضع آخر عن موضوع التجسد، عظة بدايتها لقد مجدت التمييز الذي لتدبير الرب. نسطور بيقول ايه؟ أعترف بالهيكل مرتبطا بالذي يسكنه. في بينهم ارتباط، اتصال، لكن مش اتحاد. دع الهيكل الخاص به ملتصقا بالله الكلمة بدون أن تقصي الله عن هيكله الساكن فيه، وبدون إبعاد الهيكل عن اللاهوت.
ونسطور ايضا. يقول ايه؟ هيا اذن ونحن معترفين بالطبيعتين ومحافظين على اتصال الطبيعتين، ايه العلاقة بينهم؟ اتصال الطبيعتين، نقول ان الكرامة واحدة والربوبية واحدة للهيكل وللذي يقيم الهيكل، لكنهما طبيعتان. أليس واضحا لكل أحد من خلال ما سبق ذكره أنهم يستبعدون الميلاد الجسدي لله الكلمة ويصرحون بأنه سكن في الإنسان الذي تشكل منفصلا؟ فهؤلاء البؤساء يؤمنون بطبيعتين ويلغون بوضوح الاتحاد الأقنومي للطبائع. والذي يقود إلى الإيمان بطبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة ورفض طبيعتين بعد الاتحاد. استمع أيضا لما يقوله سيودوريت، سيودوريتوس بقى الشرير اللي انتوا عارفينه كلكم، فهو يصرح بوجه مكشوف وفي تعارض مع أقوال الإنجيل أن الكلمة لم يتأنس ولكنه بالحري سكن في الهيكل المأخوذ من العذراء، بزعمه أنه يرفض الاختلاط أو الاعتقاد بأن الله الكلمة اتخذ بدايته من مريم. ومين قال كده؟ حد قال أن الله اتخذ بدايته من مريم؟ وأيضا هو اللي بيقول القديس ساويرس لعديم التقوى جدا سودوريت. لأن اكتشفت حاجة في القديس ساويرس في دراستي للموضوع، كنت بشعر أن مين الرئيس والمهيمن على مجمع خلق دنيا، لقيت القديس ساويرس بيقول كده، هو كان رئيس هذا المجلس. انبسطت قوي ساعتها. يعني برضو سودوريتوس ده هو أساس أس البلا كله في الموضوع. لعديم التقوى جدا سودوريت مما قاله ضد الفصل الأول أو الحرمان الأول للقديس كورولوس. بيقول إيه؟ لو لم يتجسد الكلمة بل اتخذ جسدا حيا عاقلا، إذن ليس هو نفسه مولود بحسب طبيعته من العذراء محبولا به مشكلا متخذا هيئة إنسانية ومتخذا من هنا مبدأ وجوده. هذا الذي هو الله من قبل الظهور، الكائن بالقرب من ومع الآب، المعروف والمعبود مع الآب، بل شكل لنفسه هيكلا في الحشى البتولي، وكان هو مع هذا الذي تشكل وحبل به واتخذ صورة إنسانية وولد. يعني كان معاه مش متحد ايه بيه. لسؤدوريت نفسه في نقد الفصل الثاني او الحرم الثاني للقديس كورولوس بيقول نؤمن بمسيح واحد وضعين ثقتنا في التعاليم الإلهية التي للرسل، وندعوه هو نفسه إلها وإنسانا بسبب الاتحاد، لكننا نجهل تماما الاتحاد الأقنومي إذ لا وجود له، وهو أمر غير معروف لا في الكتب الإلهية ولا عند الآباء الذين فسروها. ده مين اللي بينكر الاتحاد الأقنومي؟ سودوريتوس. حين القديس يوحنا يقول والكلمة صار جسدا. يقول بقى القديس ساويرس إذن، وبعدما عرفنا الآن من خلال هذه الاقتباسات أن القائلين بطبيعتين للمسيح الواحد لا يؤمنون بتأنس الكلمة كما في الكتب الإلهية، أي أنه صار بالحقيقة إنسانا مع بقائه إلها، ولا يؤمنون بالاتحاد الأقنومي لأنه قالها صراحة سودوريتوس،
غير لسه لما هندخل قدام شوية لما نيجي نشرح الاتحاد الطبي والاتحاد الأقنومي هنعرف الفرق بيننا وبينهم حتى لو بيقولوا بيه لكن بمعنى آخر. وليؤمنون بالاتحاد الأقنومي الذي بفضله كانوا سيجاهرون بعمانوئيل واحد من طبيعتين، ولم يكونوا ليتحدثوا مجددا عن طبيعتين بعد الاتحاد. من المنطقي إذن أن نبحث كيف أمام الحرج الذي سببه وجود الطبيعتين والذي أدى إلى ازدواجية الابن يتحدثون شكليا عن ابن واحد مبتدعين نوعا من الاتحاد مزيفا وكاذبا. بدأ يقولوا نوع من الاتحاد ابن واحد بس ايه شرحه مختلف تماما. إذ يقولون في الحقيقة أن طبيعة الكلمة أسبغت على الطبيعة البشرية لقب الابن والرب وشيئا من الكرامة اللائقة بالله والقدرة والمساواة معها، كما يقولون أنه على العكس قد نسب الله الكلمة لنفسه عن طريق الاتصال ألقاب المسيح ويسوع اللائقة بالطبيعة البشرية أو بهيئة العبد، وأيضا الآلام التي لحقت به التعيير اللطم الجلد الصليب وكل التجارب الأخرى التي تليق بالإنسان لأنه اختبر العار، كما يقولون مثلما تصل الإهانة إلى السادة عندما يهان عبيدهم. شايفين التعبير؟ يعني الجسد ده زي يعني اللي يهين عبد حد أدبيا أهان سادته يعني، لكن مش إهانة شخصية يعني. مثلما تصل الإهانة إلى السادة عندما يهان عبيدهم، فبحسب رأيهم أن عار الجراح وأوجاع الألام القبر الموت لثلاثة أيام قد حدثت بنفس الطريقة لله الكلمة. هكذا فإن ما يدعونه اتحاد هو تبادل للأسماء، المساواة في الاسم، منح الكرامة اللائقة بالله، شركة ومشاركة في المحبة وفي الألام. هكذا هم المبتدعون السوفسطائيون الذين تقودهم تقواهم إلى حفرة يسمونها الاتحاد. بهذه الطريقة ينسبون طبيعتين شخصين وأقنومين إلى شخص المسيح الواحد والابن الوحيد. هذا ما يبرز بوضوح من خلال آرائهم الفاسدة، إنهم مترنحون مثل السكران ومتكلمون من فضلة القلب كقول الرب الذي لا يكذب. فنسطور يتجمل ببرصوب واحد، نسطور قال هو برصوب واحد في طبعتين وأقنومين، والوحدة وحدة إيه؟ البرصوبن. إيه تعريف البرصوبن ده؟ يعني خدناها مجمع خلق دنيا بأقنوم واحد، ده القديس ساويرس اللي بيقول يعني نصر قلب برصوب واحد مجمع خلق دنيا قلب ايه، الا ان كلاهما يرجعان الى الطبيعتين، ان حصل التلاعب بالمصطلحات ابتداء من مجمع خلق دنيا. بدهم يقولوا الاقنوم لكن مقصود بيه الايه البروسوب، فهو نسطور. ونحن نسألهم لماذا هم متقلقلين ومتذبذبين بذكر الطبيعتين من حين لقب الطبيعتين أو الهيئتين لابنين لمسيحين ولربين. فسؤدريت المهار تق، فرحان أنا لما بيقول على سؤدريتوس كده. أبائنا عانوا منه كتير قوي والكنيسة عانت منه كتير قوي. سؤدريت المهار تق الذي قال أنه لا يجب القول بابنين حقيقين لكن واحد بالطبيعة الذي أتى من عند الله الآب، أما الآخر فبالتبني الذي من نسل داود. يعني واحد هو ابن واحد اللي بالطبيعة وآخر بإيه زينا، يعني كده مش بنقول كلنا أولاد الله أو لا أبناء بالتبني، أهو كان كده يعني. سودوريت لأن الإنسان الذي من مريم
هو ابن بالنعمة، أما الله الكلمة فهو ابن بالطبيعة، ولكن هذا الذي بالنعمة وليس بالطبيعة وذاك الذي بالطبيعة وليس بالنعمة، أليس هما ابنان؟ فليكتفي الجسد المأخوذ منا بالبنوة التي بالنعمة بالمجد بالخلود، لأنه أصبح هيكل الله الكلمة. لكن دعونا لنذهب إلى ما هو أبعد من الطبيعة، الكلام ما زال سؤدوريتوس، ولا نجعل الله الكلمة في سبيل عمل النعمة الذي له بواسطتي موضوعا للعار الخاص بنا. وعلى ما ينطوي العار أن يدخل في تركيب مع جسد وأن يفترض فيه الاحتياج إلى جسد لإدراك البنوة الكاملة في الحقيقة، لا يريد الله الكلمة أن يكون هو نفسه ابن داود، لكن بالأحرى ربه. أما العكس أن يدعى الجسد ابن داود فليس فقط لا ينظر إليه بسوء نية، بل هو قد أتى من أجل ذلك. سودوريتوس أيضا يقول إن أراد أحد أن يقول هكذا، أن يدعو ابن الله أو كلمة الله بابن داود أيضا، فليدعوها كذا على حساب هيكل الكلمة الذي اتخذه من داود، وهذا الآتي من نسل داود فليدعوه ابن الله بالنعمة وليس بالطبيعة. يعني بيتكلم عن ايه؟ ابنين. وبعد ذلك بقليل يقول سؤدوريت، فلنؤمن بالطبائع ولا ننكر التدبير. نرجع لنسطور الهرطوقي بيقول أنه حقا ابن الله الذي ولدته العذراء أم المسيح، إلا أنه كابن لله ثنائي الطبائع، فهي لم تلد ابن الله بل ولدت الناسوت الذي يعد ابن بسبب الابن الذي هو مقترن به. وأيضا نسطور بيقول عندما تتحدث الكتب المقدسة عن ميلاد أو موت المسيح الذي من العذراء مريم، فإنها لا تستخدم في أي موضع كلمة الله، إنما مسيح أو ابن أو رب، لأن هذه المصطلحات الثلاثة تعبر عن الطبيعتين، حينا هذه وحينا آخر تلك، وحينا هذه وتلك. نسطور أيضا والإذن مع الاعتراف بالطبائع والحفاظ على الارتباط بينها والقول بكرامة واحدة وسلطان واحد للهيكل وللساكن فيه، إلا أننا نقول من جهة أخرى بطبيعتين، لكي نعترف أيضا بفدائنا، أعني الناسوت والذي صار والذي به صار الفداء من جهة كرامة اللاهوت. نصر أيضا قل الله هو الذي اتخذ، أضف ما اتخذ هو شكل العبد، ثم أضف كرامة الارتباط، لأن القدرة مشتركة للإثنين، لأن للإثنين الكرامة نفسها، بينما الطبيعتان باقيتان، فلتعترف باتحاد الكرامة. يقول لك أكرم الإرجوان من أجل المتردي فيه. أكرم الهيكل من أجل الساكن فيه، لكن يعني في ازدواج. نسطور يقول أعترف بالهيكل مرتبطا بالذي يسكنه، دع هيكله الخاص ملتصقا بالله الكلمة بدون أن تسلب الله هيكله الساكن فيه، وبدون إبعاد الهيكل عن اللاهوت الساكن فيه. تحدث عمن قام واعترف معه بالذي أقامه. اللي مات حاجة، اللي قام حاجة واللي أقام. وقال أيضا في موضع آخر لهذا دعي الله الكلم أيضا بالمسيح، لأنه في ارتباط دائم بالمسيح. نسطور، ف
فلنعترف بالله الذي في الهيكل محافظين على ارتباط الطبائع بغير اختلاط، ولنسجد للإنسان الذي بفضل الارتباط الإلهي يعبد مع الله كلي القدرة. في واحد تاني ما جبناش سيرته كتير اسمه أندراوس الساموساطي، من ضمن اللي كان اتحكم عليهم في مجمع أفسس 449 على ما أتذكر. يقول لعديم التقوى أندراوس الساموساطي مما قالوا ضد الفصول الاثني عشر أو الحروم التي للقديس كيرلس في نقد الحرمان الأول. أندراوس بيقول: بينما كان المجوس القادمون من فارس في بحث عن المولود كان النجم يرشدهم، ثم وصلوا إليه وعندما وجدوه قدموا هدايا وتقدمات للمعقول وللمرئي. بيتكلم عن اتنين، المعقول والايه. يقول للبائس أودوريت من نقد الحرمان الرابع، يقول: إذ ليس الجهل من الله الكلمة لكن من شكل العبد الذي في هذا الوقت كان يعلم هذه الأشياء بالقدر الذي كشف له اللاهوت الذي يسكن فيه. يعني السيد المسيح كان ايه في جهل وبيعرف بالقدر اللي بيكشف له فيه. احنا لسه ما ندخل قدام شوية موضوع المعرفة والجهل ده بقى يعني موضوع كبير قوي، وده من ثمار ونتائج الإيمان بالطبعتين. يتضح إذن عن المزاعم عديمة التقوى السابق ذكرها قولهم بطبيعتين أو هيئتين أو ابنين وابنين، الواحد حقيقي والآخر بالتبني، ومسيحين، وبواسطة ارتباط الكرامة والسلطان والشركة في الأسماء يظهرون أنفسهم كمن يقولون بابن واحد ومسيح واحد، وينادون باتحاد يشبه ارتباط محبة بين الطبيعتين أو الهيئتين بواسطة تشويه نقاوة الألقاب. ومما سبق ذكره نتعرف على طبيعة تجديف أفكارهم. لنسطور من مقالة بعنوان: لهؤلاء الذين يقولون إن لاهوت المسيح وناسوته أصبح طبيعة واحدة. اللي بيقولوا كده نصور بيقول لهم إيه بقى؟ طيب الكلام اللي بقوله واضح ولا يحتاج شرح؟ واضح يعني. طيب كويس. كتير لكن واضح. هو السؤال كان كده، انا بسأل عن ايه؟ لانه بينما هذين بطبيعتهما متباعدين الواحد عن الاخر، الا ان الاتحاد اظهر شخصا واحدا. رغم هذا لا يخلط خاصية اي من الطبيعتين، لكن محافظا بشدة على علاماتهما. وأيضا نسطور يقول: لقد تهرب كيرلس ببساطة من مقابلاتنا، كما تهرب أيضا من اللوم الموجه للفصول التي كتبها والتي هي بدون معارضة هرطقية. هكذا أعتقد أنه قد تهرب منها، فكيف لشخصك المبجل أن يقبل مثل هذه الافتراءات عنا؟ هذا استتذكر أنه في القسطنطينية أيضا قد استخدمنا بنفس الطريقة نفس الكلمتين الخاصتين بسر التدبير والاتحاد غير المفسر. فلا تصدق إذن من فضلك هذه الافتراءات عنا بسهولة، فنحن نعتقد. هو بيتهم اللي بيفتروا عليه يعني. طب شوف هيقول إيه. فنحن نعتقد حقا أن التسمية والدة الإله في تماشيها التام مع والدة الإنسان هي إشارة دقيقة عن التقوى، لأن المسيح أو يسوع أو ابن أو الابن الوحيد يعطونا مقصد التعبيرين.
أما بالنسبة للذين لا يقبلون تعبير والدة الإله على أنها تشير إلى الطبيعتين اللاهوت والناسوت، فنحن نضع نصب أعينهم تعبير والدة الإله وتعبير والدة الإنسان حتى لا يتسرب إليهم الشك بأي طريقة في وقوعنا في المنوية أو خطأ بولس الصاموساطي. حقا إن كل من يقول إن المساوي لنا في الجوهر ولد من العذراء بدون أن ينفصل عن اللاهوت فهو يعلن كمال سر تدبير الرب. هكذا بوضوح يدعو المساواة في الاسم وحدة غير مفسرة. دعينا القديسة العذراء والدة الإله ووالدة الإنسان، وجامعنا الطبيعتين في شركة مسميات فقط، مسيح ابن رب يسوع ابن وحيد. أما المولود الكامل من مريم فقال عنه إنه لم ينفصل عن اللاهوت معروفا بحسب طريقة السكنة، غير أنه لو اعترف بالاتحاد الأقنومي للطبائع وقبل عبارة مسيح واحد من طبيعتين لم يكن ليقول بطبيعتين بعد الاتحاد، إنما طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة. شوفوا مثلا هختزل حاجات. سؤدوريتوس يقولوا من ثم نعترف في تقوى بشخص واحد ابن ومسيح واحد، بينما القول بطبيعتين أي أقنومين متحدين ليس خاطئا بل مناسب. طبيعتين بس متحدتين، ايه مفهوم الاتحاد بالنسبة لهم بقى؟ نوع من الالتصاق او المصاحبة يعني، ويقولوا متحدين عشان يرادوا اللي قدامهم. ايه نتيجة الاتحاد؟ اتنين. قبل الاتحاد ايه؟ اتنين. بعد الاتحاد ايه؟ اتنين. يبقى اين الاتحاد؟ وبرضو بيقول ضد الفصل الخامس ودوريس نحن ندعو المسيح انسانا حامل الاله، لا لكونه لم ينل النعمة إلهية إلا جزئيا، بل لأن كل لاهوت الابن اتحد به. اندراوس يقول لأن البنوة بعد الاتحاد هي في ثنائية الطبائع. بيعلق القديس ساويرس في الآخر بيقول انظر لترى بوضوح هذا الفكر المملوء بخبث شيطاني. فبعدما قال أن البنوة تكمن في ثنائية الطبائع مظهرا بذلك عدم اعترافه بالاتحاد بين الطبيعتين إلا من خلال التساوي في لقب البنوة والتساوي في الكرامة، يعود فيقول حسب رأيه أنه ليس هناك انفصال بين الطبيعتين بعد الاتحاد، وأن الاتحاد قائم وسيظل قائما إلى الأبد، وأن اللاهوت ليس بمعزل عن ألام الجسد بينما هو نفسه بغير ألم، وأن الابن الواحد هو نفسه ليس وليس واحد آخر. فهذا ما قاله البائس مواريا الكذب بالتحايل، إذ من الطبيعتين صنع مسيحين، لأنه أضاف بعد ذلك بحيث أن الذي من نسل داود اتحد بغير تشويش وبطريقة غير مفسرة وبلا انفصال بالكلمة الذي من الآب. إذن فهناك شخص آخر بدون جدال الآتي من نسل داود وشخص آخر من الله الآب. أنا هكتفي بهذا القدر، بس خلي بالكو دخلنا في الجد بقى، يعني مفاهيم ممكن التاريخ احيانا بيتنسي او بتضيع اسماء تواريخ، لكن المفاهيم دي مفروض بتظل جوانا. طيب نكتفي بهذا القدر ونشوف الاسئله.